السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مواطنة سعودية أعيش بمدينة الطائف، وكل الكلام اللي بقوله دحين أنا صادقة فيه. هذا المصحف الشريف أنا أحلف لكم بالله عليه أن كل الكلام اللي قاعد أقوله صحيح. هذا المصحف الشريف أنا والدة لي شهر دحين أنا الباس. أقسم لكم بالله ظروفنا صعبة، والله العظيم ظروفنا صعبة. زوجي مفصول من دوامه له سنتين الآن، عندنا طفل يبلغ من العمر 2 3 أشهر، ساكنين بشقة إيجار، فاعل خير استأجرها لنا ودفع حق سنة مقدمة، ولا نلاقي دخل مادي. سعيت وراء الضمان الاجتماعي لكن بدون فائدة. سعيت وأرسلت برقية على الديوان الملكي، لي سنة الآن ما تم الرد علي. زوجي حاول يدور على وظيفة لكن ما لقي. ظروفنا صعبة، أقسم بالله ظروفنا صعبة. حلفتكم بالله يوم ما تشوفون هذا المقطع انكم ما تقفلونه الا انتم راسلين على كل المضافين اللي عندكم. اقسم لكم بالله هذا الكلام اللي يقوله كله صحيح. اقسم لكم بالله شوف المصحف الشريف، المصحف الشريف انا حلفت لكم بالله عليه. انا انفاس دحين لي شهر، بنتي عمرها شهر، هذا اللي بين يديني طفلة عمرها شهر. اقسم لكم بالله ظروفنا صعبة، والله العظيم ظروفنا صعبة، ما نلاقي دخل مادي. سعيت ورا الصحف لكن بدون فائدة، ما خليت ولا مكان بدون فائدة. حلفتكم بالله يا من تشوفون هذا المقطع أنكم ترسلون لكل المضافين اللي عندكم. حلفتكم بالله من ذمتي لذمتكم ليوم القيامة، عشان صوتي يوصل للمسؤولين، عشان صوتي يوصل للملك سلمان يشوف معاناتي. امرأة سعودية تعاني، كأني لاجئة سورية، ما كأني مواطنة سعودية. دخل مادي ما عندنا، حافز ما عندي، الضمان الاجتماعي ما مسجلين فيه. ظروفنا صعبة، حياتنا صعبة، زوجي مهدد بالسجن، علي مديونية 150 ألف. هذا كل اللي عندي، أبغاكم توصلون لأكبر عدد ممكن. حلفتكم بالله ارحموني وارحموا هذه الطفلة، طفلة عمرها شهر. حلفتكم بالله يا ناس انكم ترسلون لكل اللي عندكم المضافين اللي عندكم. حلفتكم بالله. هذا رقم جوالي للي حاب يتاكد من حالتي، للي حاب يساعدني. هذا رقم جوالي 0506373403. حلفتكم بالله يا ناس. هذا المصحف الشريف مره ثانيه احلف لكم.